أعلن اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية انضمامه للحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة، وثمن الاتحاد الدور الرائد لمؤسسة حياة كريمة في إطلاق هذه الحملة الهامة والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية بين المواطنين. وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج يتطلب منا جميعا العمل بجدية على تقليل الاستهلاك المفرط للطاقة والمحافظة على استهلاك مواردنا الطبيعية.